نظمت السفارة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة. وخلال الاحتفال الذي حضره عدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات، أكد السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الإمارات على مدى قوة وعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ما شهدته تلك العلاقات من طفرة ملحوظة خلال العقود الماضية، فضلاً عن تطابق المواقف تجاه مختلف التحديات.